السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بسادة الحضور، واهلا وسهلا بكم في ويبينار جديد. وبصراحة موضوع جميل جدا جدا ومهم، والبريفلنس بتاعه بيزيد، وكمان بيبقى ميز ديجنوز بناس كتيرة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفايبروميالجيا، وطبعا شرفنا يكون معانا الدكتورة منى السماعي، بروفيسور اوف روماتولوجي اند ريهابيليتيشن، فاكولتي اوف ميديسن عين شمس يونيفرستي فروم ايجيبت. عرفت برضه بنفسي، انا الدكتورة رامي الشربيني، كورسانت اوبديتك اند اناتولوجي، الدكتورة اوبديتك كلينيكال نيوتريشن. يمكن دكتوره منى كانت معانا قبل كده في ويبينار الاوستو اسراج، كان ويبينار في منتهى الجمال. ان شاء الله الفايبروميالجيا موضوع مهم، ان شاء الله تبقى محاضره جميله زي محاضرات الدكتوره منى. شرفتينا دكتوره منى في الويبينار الجديد، وان شاء الله أهلا نستفيد من حضرتك بحضرتك، ان شاء الله نستفيد من حضرتك في الموضوع المهم جدا. اتفضلي حضرتك. أهلا بيكم، مساء الخير عليكم جميعا، وألف شكر يا دكتور رامي على الدعوة الكريمة، وأهلا بالحضور جميعا. صوتي واضح مش كده يا دكتور رامي؟ تمام يا دكتورة، تمام. النهاردة هنتكلم على الفايبروميالجيا، وزي ما قال الدكتور رامي ده موضوع مهم جدا جدا. ايه حكايه الفايبروميالجيا؟ فايبروميالجيا از ا سيندروم كاركترايزد باي كرونيك وايد سبريد بين اسوشيتد ويز ا فاريتي اوف انسيلري سيمتوم ساتش از فاتيج سليب ديستربنس ميموري لوس ديفيكولتي ان كونسنتريشن هايبر سنسيتيفيتي اند ديبريشن. المريض بتاع الفايبروميالجيا ده مريض غلبان جدا جدا جدا، بيجي العياده عندنا وبيقعد يقول انا نفسي اعرف انا فيا ايه، ليه دايما تحاليلي سليمه مع اني تعبانه؟ طبعا هم اكثرهم من الفيميل. انا لفيت على دكاتره كتير ونفسي اخف، اخدت علاج كتير وما فيش فايده. I hurt all over. I feel like I always have flu. I am tired of being tired. عيان very miserable او عيان very miserable. وطبعا الموست كومن كومبلين بتاعهم كلهم بيبقى البين. Pain in fibromyalgia is an elephant in the middle of the room، زي الراجل اللي مفقوس بالفيل ده. فاحنا طبعا عايزين نساعد الناس دول على قدر الامكان. طيب ليه الفايبروميالجيا دي مهمه؟ اولا لانها very common، يعني it affects around 2-8% of the general population and is considered the second most common musculoskeletal disease after osteoarthritis. كمان 25% of patients referred to rheumatology clinic with positive ANA has fibromyalgia. وطبعا دول بيبقوا ميس دايجنوز the other disease اللي بيبقى فيها ANA positive. كمان fibromyalgia can be misdiagnosed or underestimated by going to other specialty، زي مثلا راحوا لعيادة السايكاتري علشان 25% من العيانين دول بيبقى عندهم anxiety و depression. There are too many hypotheses explaining the pathogenesis of fibromyalgia. هقولهم بكل بساطة عشان أنا عارفة حكاية الباثوجينيسيس دي بتبقى سخيفة شوية. بكل بساطة أهم pathogenesis اللي تؤدي إلى الفايبروميالجيا إن بيحصل pain amplification due to central sensitization. يعني إيه الكلام ده؟ إن الـ afferent pathway in the peripheral or CNS possess a coded pain information، بيحصل impairment in the inhibitory system of the CNS. هنقولها بطريقة أبسط شوية، إن الـ CNS neurotransmitter اللي بتزود البين بتزيد، زي increased glutamate, increased substance P, increased nerve growth factor، والneurotransmitter اللي inhibit البين بتقل، زي norepinephrine والسيروتونين والدوبامين والجابا. الأوبيويد صحيح بيزيد لكن الريسبتور بتاعته بتقل، فبيدينا altered endogenous opioid activity. وطبعا لما الحاجات اللي بتزود البين تزيد والحاجات اللي بتقلل البين تقل، أكيد المريض ده هيبتدي يحس بالبين بصورة أكبر. كمان another predisposing factor ممكن يبقى genetic and familial. لقوا ان first degree relative of patients with fibromyalgia are 8.5 times more likely to have the disorder than the general population. لكن هي not transmitted من المذر للفيتس، يعني مش الأم عندها fibromyalgia وهي حامل it will be transmitted through placental membrane للفيتس، لا. لكن هم لقوا كده في الدراسة، لقوا كمان in a study of children whose mothers had fibromyalgia 28% of the offspring had fibromyalgia themselves. Evidence suggests the pattern of inheritance in fibromyalgia هو autosomal dominant.
كمان السليب ابنورماليتي والسايكولوجيكال فاكتور والستريس ليهم عامل مهم جدا جدا في حدوث الفايبروميالجا، ولقوا ان في باي دايركشنال ريليشن شيب بتوين السليب ديستربنس والانكزايتي، كمان في انذر ريليشن شيب بتوين البين والسليب ديستربنس والانكزايتي، البين يعمل سليب ديستربنس والسليب ديستربنس يعمل انكزايتي وهكذا، ونفضل في فيشس سيركل كده اللي في النهايه هتؤدي الى فانكشنال امبيرمنت. وعلشان نعالج الفايبروميالجيا وي ماست انتربت ذيس سايكل. كمان برضو من انذر ميكانيزم انه بيحصل هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس ديسفانكشن اللي بيؤدي اوتونوميك نيرفس سيستم ديسفانكشن. هو ايه اللي بيحصل اثناء الاسترس؟ اثناء الاسترس الادرينال جلاند بتطلع لنا هاي اماونت اوف كورتيزول، والكورتيزول ده بيساعد ان هو يعمل انهيبيشن للانفلاميشن، لكن مع الكرونيك ستريس وكرونيك ريليز اوف كورتيزول هيبتدي يحصل عندنا كورتيزول ريزيستنس وادرينال اكسوشن، وهيبقى عندنا انابيليتي تو ريسبونس تو ستريس وانكريز ستريس، ونفضل برضو في الحلقه المغلقه دي. وبالتالي ما دام ما فيش كورتيكوستيرويد، والكورتيكوستيرويد ده هو الانهيبيت الانفلاماتوري اميون سيل وبيعمل داون ريجوليشن للريسبتور بتاعتها، فهتزيد الانفلاماتوري سايتوكاين، وعلشان ممكن عشان كده ممكن يكون سبب تاني او ميكانيزم تاني من الباثوجينيسيس هو النيورو انفلاميشن اللي بيحصل في حالات الفايبروميالجيا. This hypothesis was first postulated on the basis on detection of pro-inflammatory substance and organ-specific and non-specific autoantibodies in the serum of patients with fibromyalgia. كمان لقوا انه ممكن بيحصل small fiber neuropathy في العيانين اللي عندهم fibromyalgia، وبيحصل fibrous loss وreduce axonal diameter بتاع النير. كمان في عامل مهم جدا جدا اللي هو البريفرال ميكانيزم. ايه حكايه البريفرال ميكانيزم دي؟ احنا عندنا 3 تايب اوف بين، انواع البين 3 تايب، لا اما نيوروباثيك بين ودي الحاجات اللي بتعملها زي السياتيكا والسباينال كورد انجري وترايجيمينال نيورالجا اللي هي السمول فايبر الحاجات اللي مكتوبه هنا، والنوسيسبتيف بين نتيجه الانكلوزنج سبونجيلايتس روماتويد ارثرايتس مايوفيشيال بين الحاجات دي كلها والجاوت، الحاجات دي كلها بتعمل نوسيسبتيف بين والنوسيسبتيف بين والنوسيبلاستيك بين من ضمنها، وصنفوا الفايبروميالجيا انها بتعمل نوسي بلاستيك بين. وهاويفر الثلاثه تايب اوف بين دول كلهم اوفرلاب وبيدينا حاجه اسمها ميكسد بين. فلما بيكون عندنا اي بريفرال ستيميوليشن سواء جايه من انفكشن انفلاميشن فيزيكال تروما للبريفري، ناس عندهم اي روماتيك ديزيز عامله انفلاميشن في البريفرال في البريفرال جوينتس مثلا، عندهم اوستيو ارثرايتس، كل دول بيعملوا ستيميوليشن وبيزودوا قوي النوسي بلاستيك بين بتاع الفايبروميالجا. ولقوا ان احنا لو عالجنا البريفرال ميكانيزم ده او البريفرال بين اللي عندنا ده هيقلل لنا قوي السيمتوم بتاع الفايبروميالجا. كده خلصنا الحته اللي الناس مش بتحبها اللي هي الباثوجينيسيس. نيجي على الحته الجميله بقى اللي هي how to diagnose fibromyalgia. بصراحه diagnosis of fibromyalgia is very challenging علشان السيمتوم of fibromyalgia are typically very non-specific common to many other conditions. Many symptoms cannot be objectively evaluated. احنا عندنا cardinal features للسيمتوم بتاعت الفايبروميالجيا، طبعا اهمها هو البين، يليه الفاتيج والسليب ديستربنس والانسوميا والفريكوينت اويكينج وفي ساعه النوم، زائد ان في اذر كومن فيتشر زي السايكاتريك سيمتوم زي الانكزايتي والديبريشن، زي الكوجنيتيف ديسفانكشن كونسنتريشن ديفيكولتي وميموري ديفيسيت، زي اوتونوميك ديستربنس اللي ممكن تحصل على هيئه بلور ديفيجن فوتوفوبيا زيروفثالميا زيروستوميا رينوتس فينومينا اورثوستاتيك هايبوتنشال، وممكن يحصل ريجنال بين سيندروم ان ذا فورم اوف ميجرين هيديك ستومك ايك dyspepsia, abdominal pain, irritable bowel syndrome, very common, dysmenorrhea, dysuria, وممكن بيبقى العيانين دول بيبقى عندهم بيبقوا very hypersensitive لأي external stimulation, صوت عالي, odor, light, chemical sensitivity, وبيبقى ممكن يجي لهم morning stiffness but not exceed 60 minutes. دي symptom of fibromyalgia. كمان الفايبروميالجيا ليها mimics كتير جدا جدا، من أهمها اللوبس multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, axial spa, thyroid disease, diabetes, anemia,
chronic fatigue syndrome, and irritable bowel disease. Fibromyalgia may go undetected, تيجي وما تتشخص علشان البيشنت اللي عندهم fibromyalgia are often diagnosed with other pain-related condition. ولقوا ان 20% من العيانين اللي عندهم systemic lupus او rheumatoid arthritis او osteoarthritis have concomitant fibromyalgia. وعلشان كده still there is debate whether fibromyalgia should be considered as a discrete entity or as a part of chronic widespread pain spectrum. Therefore, the prevalence depends on whether fibromyalgia or chronic widespread pain are being investigated and which diagnostic criteria are utilized. We must investigate very well to diagnose the fibromyalgia وهنشوف مع بعض the diagnostic criteria بتاعت الفايبروميالجيا. ما فيش تيست معين نقدر نعمله علشان نقول المريض ده عنده فايبروميالجيا ولا لا. في تيست جديد هتكلم عليه في الاخر، لكن احنا دايما بنعمل اللابوراتوري انفستيجيشن دي تو اكسكلود اذر ديزيز اور اذر كونكوميتنت ديزيز مع الفايبروميالجيا. بنعمل سي بي سي وي اس ار وسي ار بي، مهم قوي تو اسيس البين اللي عندنا من الديوريشن بتاعته او السيفيريتي او اللوكيشن. مهم نعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن، اكزامين الكوموربيد سيمتوم زي الفاتيج والسليب ديستربنس والمود ديستربنس. نعمل فيري جود جوينت اكزامينيشن. التست بقى اللي بقول لكم عليه كل دول عشان تو اكسكلود اذر ديزيز اور اذر كونكوميتنت ديزيز مع الفايبروميالجيا. في تست جديد جدا جدا بيعتمد على الاي بي جيناتكس اسمه اف ام داش اي تيست. ده نيولي ديسكفرد تيست فور دايجنوزينج فايبروميالجيا. هو ادى بروميسنج ريزلتس كويسه جدا جدا وما اكتشفوه السنه اللي فاتت، واخد اف دي اي ابروفل، والسنسيفيتي بتاعته 99% والسبيسيفيتي بتاعته 94%، لكن طبعا للاسف لسه ما وصلناش مصر. كمان في variety of fibromyalgia diagnostic criteria starting from 1977، شوفوا من امتى الى اخر واحده 2019. هنقول سريع كده بعضا منهم. Today there is still a considerable controversy on the assessment and diagnosis of fibromyalgia. Despite advances in the understanding of the pathological process, fibromyalgia remain undiagnosed in as many as 75% of people with the condition. سنة 1990 الـ ACR طلعت diagnostic criteria للعيانين اللي عندهم fibromyalgia، وقالوا انهم لو العيان فضل يشتكي من widespread pain لأكتر من 3 شهور ولقينا عنده tender point في 11 نقطة من النقط الموضحة أمام حضراتكم دول، يبقى العيان ده نقدر نشخصه انه هو عنده fibromyalgia. سنة 2010 و2011 عملوا ريفيجن للاي سي ار كرايتيريا دي، وقالوا ان احنا هنشخص الفايبروميالجيا بيزد اون وايد سبريد بين اندكس، هنقولها بقى في السلايد الجايه، وسيمتوم سيفيريتي سكيل برضو هنقولها، وقالوا ان التندر بوينت اكزامينيشن ووز ويزدرون. قالت خلاص ما بقاش في حاجه اسمها تندر بوينت، وبدلها اعتمدنا على التندرنس في اريا. قسموا الجسم ل 19 اريا زي ما حضراتكم كده شايفين، الجو الشولدر ابر رايت وليفت، الابر ارم رايت وليفت، اللور ارم رايت وليفت، الهيب رايت وليفت، الابر ليج رايت وليفت، اللور ليج رايت وليفت، الجو رايت وليفت، الشيست والابدومن والنيك والابر باك واللور باك، ودول قسموها ل 19 اريا، وقالوا مش هنعتمد على التندر بوينت ولكن هنعتمد على الاريا ال 19 اريا دول، وبنحط الوايد بين اندكس سكور هنا حسب الاريا اللي عندنا. وبعدين قالوا هنعتمد كمان على حاجه اسمها سيمتوم سيفيريتي سكيل. هم قالوا ادي سيمتوم سيفيريتي سكيل بيحتوي على فاتيج، ويكينج اند ريفريش، احنا قلنا العيان ده مهما نام وصحي من النوم دايما حتى لو نام 10 ساعات بيقوم كانه ما نامش ولا ساعه، وبيقوم جسمه تعبان جدا جدا. وبتعتمد السكيل السيفيريتي سكيل ده بتعتمد كمان على الكوجنيتيف سيمتوم وعلى السوماتيك سيمتوم زي الهيديك او الباول ديستربنس، نوزيا او التينجلينج او الهير لوس، اي سوماتيك سيمتوم. وقسموها ل 0 و1 و2 و3. 0 ده مع الناس اللي قالوا ما عندناش اي مشكله في دول، الواحد المايلد، 2 مودريت، 3 سيفير. السكيل ده من 0 ل 12 نجمع عدد البوينتس حسب ما العيان قال لنا.
وهنبتدي نشوف ايه بالسيفيريتي سكيل وبالوايد سبريد وبال وايد سبريد بين اندكس نشوف ازاي هنشخص حاله الفايبروميالجيا سنه 2010. A patient satisfied diagnostic criteria for fibromyalgia if the following three conditions دول are met, اللي هم الوايد سبريد بين اندكس اكتر من 7, فاكرين هو كان عنده 19 بوينت, اند سيمتوم سيفيريتي سكيل اكتر من 5, ده اللي كان عنده 12 بوينت. او ممكن نقلل شويه الوايد بين اندكس يبقى من 3 ل 6, والسيفيريتي سكيل هنزوده شويه ل 9, بالاضافه ان العيان يكون بيشتكي من البين ده اتليست 3 مانث, وذا بيشنت داز نوت هاف ا ديس اوردر ذات وود اذروايز اكسبلين هيز بين. في الحاله دي ممكن نشخص المريض اللي عندنا ده ان هو عنده فايبروميالجيا according to this ACR criteria. وعملوا موديفيكيشن لل 2010 او اللي هي 2011 فايبروميالجيا كرايتيريا, قالوا ان احنا لو جمعنا ال 19 على ال 12 دول هيطلعوا لنا 31 نقطه. قالوا العيان ده ممكن نشخصه انه عنده فايبروميالجيا لو السكور بتاعه جاب 12 نقطه او اكتر, ده بيبقى كونسيستنس ويز ذا دايجنوزيس اوف فايبروميالج. بيحاولوا يلاقوا طرق علشان يشخصوا بيها كلينيكال دايجنوزيس اوف فايبروميالجا, لان زي ما قلنا ما فيش تيست في اللابوراتوري نقدر نعتمد عليه زي بقيه الاوتو اميون ديزيز. وسنه 2010 حصل لها برضو ريفيجن في 2016, وسنه 2016 قالوا ان ريكومندد ريجاردنج دايجنوستيك اكسكلوجن اند كونفيرمد از ا ترو بينفول ديزيز. يعني قالوا ان مفيش حاجه ان احنا نشخص الفايبروميالجيا قبل كده كانت بتتشخص بالاكسكلوجن, نعمل اكسكلوجن لكل الديزيز ولما نلاقيش يبقى العيان ده عنده فايبروميالجيا. لا, هم لغوا الدايجنوستيك اكسكلوجن ده وقالوا ان الفايبروميالجيا is confirmed to be a truly painful disease. سنة 2016 قسموا الجسم أكتر لفايف إيريا زي ما حضراتكم شايفين, وقالوا إن العيان ده نقدر نشخصه إن هو عنده فايبروميالجيا لو كان عنده generalized pain defined as pain in at least four of these five regions, symptom have been present at a similar level for at least three months برضو, ونفس widespread pain index والsevenity scale نفس ال بتاع الكريتيريا بتاعت 2010, وقالوا a diagnosis of fibromyalgia is valid irrespective of other diagnosis, and a diagnosis of fibromyalgia does not exclude the presence of other clinically important illness. يعني هي مش disease of exclusion, لا, هي ممكن تبقى موجودة وممكن يبقى معاها حاجة تانية ما فيهاش مشكلة, زي ما قلنا systemic lupus rheumatoid arthritis والosteoarthritis بيبقى معاها 20% من العيانين بيبقى معاهم concomitant fibromyalgia. زي ما حضراتكم أكيد لاحظتم ان اثناء فتره الكوفيد الفايبروميالجيا زادت جدا 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 في العيادات بطريقه مخيفه, وابتدى الناس يعملوا بيبر ورك كتير وريسيرش كتير, وفعلا لقوا ان الفايبروميالجيا is common in patient who recovered from symptomatic covid 19, ده في سنه 2021, واتعملت ويب based cross sectional survey intended to investigate the prevalence and the predictor of fibromyalgia in patients who recovered from covid syndrome, وكان الكونكلوجن بتاعها ان المسكولوسكليتال بين اللي هو الكاردينال سيمبتوم بتاع الفايبروميالجيا reported in one third of patient post acute covid syndrome. وكمان لقوا ان الاوبيستي والميل جندر افكت ذا ريسك اوف ديفلوبمينج بوست كوفيد 19 فايبروميالجيا. عملت كمان زي ما بقول لكم دراسات كتيره, ومن ضمنها ايجيبشن ستادي اتعملت في الفيوم زميلتنا الدكتوره سوها سناره, كانت علشان تشوف البريفالنس اوف فايبروميالجيا سيندروم ان كوفيد روماتولوجيك بيشنت ان ايجيبشن ستادي, وكان الكونكلوجن بتاعها ان الفايبروميالجيا سيندروم از كومن ان روماتيك بيشنتس هو ريكفرد فروم كوفيد 19 اند اوبيستي اجريفيت ذا ريسك اوف ديفلوبمينج بوست كوفيد 19 فايبروميالجيا. نيجي بقى للجزء الظريف والخفيف بتاع المحاضرة النهاردة, شوية فاكت اند ميس للفايبروميالجا. انا كان نفسي كانت المحاضرة دي تكون انتر اكتف, لان فعلا لما تبقى انتر اكتف بتبقى ظريفة قوي, لكن يعني مش عارفة ممكن نعملها انتر اكتف زي دكتور رامي, يعني هل يكتبوا على التشات ولا حريك بتقول قفلت التشات, بس يعني ايه كانت هتبقى اظرف لو كانت انتر اكتف.
العيان بتاع الفايبروميالجيا زي ما قلنا بيبقى غلبان جدا جدا، بيجي يقول هل a scan will give me a diagnosis, I am causing damage if it hurt, ولا bending and lifting will make my low back pain worse, ولا I should stay in bed and rest علشان أخف, ولا strong pain killer زي الأوبيويد will help manage my pain, ولا surgery is my only chance to improve, ولا my pain and limited function means there is nothing I can do. بيبقى عيان miserable قوي وفعلا ممكن يسأل كل الأسئلة دي لينا في العيادة. هنبتدي بقى نسأل شوية أسئلة ونشوفها false ولا true. هل الفايبرومايالجيا is a waste basket diagnosis؟ يعني اللي مش قادر يشخص فايبرومايالجيا مش قادر يشخص ديزيز كويس يقول للعيان انت عندك فايبرومايالجيا؟ لا طبعا زي ما قلنا لا، لان الفايبرومايالجيا has had its own diagnostic criteria since 1990. طيب هل الفايبرومايالجيا is a basket depressive disorder؟ هي depressive disorder بالرغم من the prevalence of depressive disorder في الفايبرومايالجيا رينج بين 40-80%، ولكن ليس كل مريض عنده فايبرومايالجيا is depressed and not every patient with depressive disorder report chronic widespread pain. ولسه في debate كتير جدا جدا عن النقطة دي، هل هو depressive disorder ولا هو بيبقى معاه anxiety و depression بس. والجيرمان guideline states that fibromyalgia and muscular depression are not interchangeable. طيب هل الفايبرومايالجيا is a diagnosis of middle aged woman؟ يعني يجي بس في middle aged woman ولا ممكن يجي للميل ولا ممكن يجي للchildren ولا ايه؟ Fibromyalgia occur in all population across the world and can affect all ages group. In clinical population, women between 40 and 60 years of age are the majority with a female to male ratio من 8-10:1. يعني أكتر age طبعا بيجي للwoman أكتر زي ما حضراتكم شايفين بنسبة كبيرة قوي نقول من 9-1، وبيجي دايما للwoman في سن من 40-60 سنة. However, في epidemiology study using 2011 criteria without tender point examination لقوا ان الميل الفيميل تومير ريشو 2-1 بس مش 9-1، وحاولوا يشوفوا ليه في فرق كبير كده في الجندر بين الفيميل والميل في الكلينيكال بوبوليشن والابيديميولوجيكال ستادي. شافوا the difference in gender ratio between clinical and epidemiological study can be explained by several hypotheses. حطوا شوية تفسير ليه في فرق، ناس قالوا من الفيميل من 8-1 أو من 9-1، وناس تانيين قالوا من 2-1. قالوا إن لما كانوا اعتمدوا في التشخيص على الـ 1990 ACR criteria اللي هي بتعتمد على tender point، لقوا إن الفيميل إن الwoman frequently report tender point أكتر من الميل، ولقوا ان الفيميل عندهم lower pain threshold عن المن، فعشان كده بتقول ان بتتوجع اكتر، وكمان ان الwoman consult hair care system more frequently than men. وبما ان الفايبروميالجيا بيسموه disease of women، فالphysician neglect to consider this diagnosis when a man present with chronic widespread pain. طبعا ده تفسير يضحك لكن هو ده اللي قالوه في الدراسة دي. طيب هل الفايبرومايالجيا do not affect children ولا ممكن تيجي للتشيلدرن؟ لا طبعا ممكن تيجي جدا للتشيلدرن، وفي juvenile fibromyalgia syndrome affect الجيرل والبويز، لكن طبعا affect الجيرل اكتر بنسبة 1-6% في الأول إيج، لكن اكتر إيج بيجي للأطفال بيبقى من سن 13-15 سنة. طيب هل المالتيبل سكلروزس اند فايبرومايالجيا ار ريليتد ولا ار ميميك؟ لو فاكرين التيبل اللي انا قلته وكان فيه الميميك كلها كتير بتاعت الفايبرومايالجيا، كان نمره 2 فيه هو المالتيبل سكلروزس. لا هو ريليتد ولا ميميك؟ هو ميميك. يعني المالتيبل سكلروزس في والفايبرومايالجيا في حاجات كومن كتير جدا جدا في السيمتوم بينهم، وفي حاجات ليست كومن، لكن الاثنين ما يعتبروش حاجه واحده قوي، فهم ميميك تو ايتش اذر ونوت ريليتد تو ايتش اذر. طيب هل فيتامين دي ديفيشنسي اند فايبرومايالجيا ار ريليتد ولا برضو ميميك؟ لا هم كمان ميميك. لقوا ان
السيمتوم اللي بيعملها فيتامين دي ديفيشنسي والسيمتوم اللي بتعملها الفايبروميالجا الاثنين ذا سيم، سواء البرين فوج او الدبريشن انكزايتي الهيديك انسوميا الفاتيج الويكنس النيوروباثي المسل بين البون بين الاوفر بين، ده بيعمل كذا، ده بيعمل السيمتوم ده، والفيتامين دي ديفيشنسي بيعمل السيمتوم ده. ولقوا ان في اوبزرفيشنال ستادي observational study associated لقوا ان فيتامين دي ديفيشنسي اند كرونيك بين الاثنين دول associated with each other and it has been hypothesized that vitamin G has anti-inflammatory properties that contribute to relieving pain. In vitro study vitamin G reduce prostaglandin synthesis to downregulate pro-inflammatory pathway. Will anti-inflammatory effect of vitamin G have also been attributed to its impact on T cell differentiation and the development of regulatory T cell population that modulate pro-inflammatory T helper 1 and T helper 17 سل. كمان اتعملت ميتا اناليسز ولقت ان الفيتامين جي سيرم ليفل اوف بيشنت ويز فايبروميالجا ويز سيجنيفيكانتلي لوور ذان ذا كنترول جروب. واتعملت دراسه كمان لقوا ان الهايبر فيتامينوزيس دي كود بي ا ريسك فاكتور للبريفرال والسنترال ميكانيزم بتاع الفايبروميالجا، واتعملت سيستماتيك ريفيو ديمونستريت ذات ا ديفينيت امبروفمنت ان كلينيكال ستاتس اند فيريوس اوتكم ميجرز اوف فايبروميالجا فولوينج سبلمنتيشن ويز فيتامين دي. وكمان لقوا ان الكرونيك بين والسليب ديس اوردر شير ا باي دايركشنال ريليشن شيب ان ويتش فيتامين دي ديفيشنسي بلاي ان امبورتانت رول The vitamin D supplementation في الحالة دي stimulates the anti-inflammatory response mediated by type 2 T cell, decreasing pain sensitivity and thereby improving sleep quality. طيب, how nutrient deficiency can play a role in fibromyalgia? هل لو في عندنا بعض النيوترين deficiency هل ممكن يزود لنا الوجع بتاع الفايبروميالجا؟ Yes. زي ايه؟ زي المغنيسيوم. Magnesium inhibits certain nerve receptors such as N-methyl G-aspartate which may be a cause of fibromyalgia pain. طب الفيتامين B complex deficiency هو اصلا من قبل ما ينقص هو act as a coenzyme in energy metabolism. ولو هو نقص have been identified in fibromyalgia patient وبيزود البين بتاع الفايبروميالجيا. طيب هل الكوينزايم Q10 ليه رول ولا لا؟ ايوه لقوا ان الكوينزايم Q10 increased cellular ATP energy production, therefore research has suggested their supplementation could help improve fatigue and other symptoms that are common in fibromyalgia. الفيتامين دي اتكلمنا عليه. نيجي للزنك deficiency contribute to the dysfunction of the natural killer cells and cell mediated immune function which can play a role in the symptom of fibromyalgia. وكمان نقص السيلينيوم has been related to the skeletal muscle disorder due to an amplified prostaglandin synthesis and many times has been found to be lower in patients with fibromyalgia than normal control. الانزيم Q10 ده مهم جدا جدا ودي الحاجات اللي بنستخدمه في علاجها زي الناس اللي بيحصلهم ultraviolet B radiation البارت سيندروم بيعمل نيورو بروتكشن ممكن يستخدم في علاج الفايبروميالجا immunological disorder insulin resistance الديابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز والهارت فيلير والاثيروسكلروزس. بصراحه دكتور القلب بيستخدمه كتير جدا جدا الكوينزايم Q10 ده لكن لانه بيحسن الميتوكوندريال ديسفانكشن فبيديهم انرجي للمسلز اللي فيها ويكنس لكن هو للاسف الاقراص اللي موجوده منه في مصر بتبقى 30 ملي جرام وعلشان هو يشتغل بدوس كويسه لازم على الاقل من 150 ل 300 ملي جرام ده بيتباع اون كاونتر بره فالناس بيتهيألي بيجيبوه من بره غير ما ياخدوا هنا 10 اقراص عشان يوصلوا للجرعه اللي هيستفيدوا منها. طيب نيجي حتة برضو مهمة قوي. Can gluten-free diet cure fibromyalgia؟
Studies have shown that gluten ingestion exacerbates the symptom of fibromyalgia, and another study لقيت إن في remarkable clinical improvement achieved with a gluten-free diet in patients with fibromyalgia, even if celiac disease has been ruled out, suggesting that non-celiac gluten sensitivity may be an underlying treatable cause of fibromyalgia syndrome. اتعملت برضو ستادي على الناس اللي عندهم سيلياك ديزيز سبجكت وعندهم اريتابل باول سندروم، والعيانين دول كانوا كلهم عندهم بور كواليتي اوف لايف، والفاز بتاعهم سكور كان عالي قوي، وكان عندهم هاي نمبر اوف تندر بوينتس، وعندهم دراج بريسكريبشن كتير قوي، وانكريز تيشو ترانس جلوتامينيز ليفل، ده ماركر بلاد ماركر بنشوف بيه سيلياك ديزيز. ولقوا بعد سنه لما عملوا دايت على جلوتين فري دايت، اول اوف ذيس ميجر سيجنيفيكانتلي امبروفد in all patients, with a number of prescription relied upon significantly decreased, and transglutaminase level returned to normal level in all subjects. في كلمة شهيرة قوي أو في كتاب شهير قوي اسمه No Grain No Pain، لأي حد مش بس للعيانين اللي عندهم الفايبروميالجا، يعني بيقول لنا نحاول نقلل الـ Eating Grain in our diet، لأن when you eat grain all of these come true. بيزيد الأوميجا 3 الأوميجا 6، انتوا عارفين الأوميجا 3 أنتي إنفلاماتوري، لكن الأوميجا 6 برو إنفلاماتوري، بيحصل ليكي جات، بيحصل جلوتين بيزيد، بيحصل بيستكتيزايد، بيحصل كل الحاجات دي اللي كل ده مع بعض هيؤدي الى كرونيك انفلاميشن اند بين. طيب السيلياك ديزيز والسيلياك جلوتين سنسيتيفيتي والنون سيلياك جلوتين سنسيتيفيتي اللي هو الناس اللي فيري سنسيتيف للجلوتين، الاثنين بيدوا نفس الكاركترستيك سيمتوم، ايذر جي اي تي سيمتوم او السيستميك سيمتوم. زي السيستميك سيمتوم زي الاثنين بيعملوا برين فوج، هيديك، فاتيج، ديبريشن، انكزايتي، بين، راش، ممكن يعملوا دايريا، كونستيبيشن، كرامبنج، بلوتينج، جيرد، اند اريتابل باول سيندروم. يعني سواء حد شخص عنده سيلياك ديزيز بيعمل كل الاعراض دي، او جلوتين سنسيتيفيتي بيعمل الاعراض دي. والمشكله كمان اللي بيزود المشكله اكتر ان 81% من العيانين اللي عندهم فايبروميالجيا بيبقى عندهم اريتابل باول سيندروم. فاحنا مهم جدا جدا لما يجي لنا عيان عنده فايبروميالجيا، مهم قوي قوي نساله على الجي اي تي سيمتوم اللي عنده، ونعمل انفستيجيشن عشان نقدر نفرق هل الجي اي تي سيمتوم اللي عنده هي نتيجه عنده جلوتين سنسيتيفيتي، ولا عنده سيلياك ديزيز، ولا ده عرض عادي من اعراض الفايبروميالجيا واللي هي بتعمل 81% من اريتابل باول سيندروم. طيب نيجي بقى نسأل سؤال تاني، كان كنابس هيلب ان فايبروميالجا؟ يعني نروح نقول للمريض بتاعنا روح اشرب حشيش وانت تخف وتتحسن من الاعراض بتاعت الفايبروميالجا؟ انا شربت حشيش يا سعاد. ايوه فعلا احنا عندنا في مخنا اندوكانابينويد سيستم في ريسبتور كتير قوي زي السي بي 1 ريسبتور والسي بي 2 ريسبتور، وكل دول ليهم علاقه بالفايبروميالجا. كانابس برودكت ار كومبوزد اوف تو ميجور اكتيف كومبوننت، تترا هيدرو كانابينويد جي اتش سي، وكانابيدول سي بي دي. ال تي اتش سي is a psychoactive component, affect pain, appetite, orientation, and the emotion. وبيشتغل على التو ريسبتور دول سي بي 1 وسي بي 2. اما السي بي دي اللي هو الكانابيدول عنده انالجيزيك ايفكت وانشي انفلاماتوري ايفكت وانشي انكزايتي ايفكت فيا ا كومبلكس ميكانيزم اكتنج از ا نيجاتيف موديوليتور على السي بي 1 ريسبتور. The relative proportion of THC to CBD determine each strain's type of effect, pharmacokinetics, and adverse event. In addition, more than 60 other cannabinoids have been identified with a variety of clinical effects, زي anti-inflammatory effect to analgesic effect. الكنابس ده مش بس فيه منه الحشيش ده، لكن فيه منه اويل وفيه منه باتشز. اتعملت بيبر عشان يشوفوا السيفتي والافيكاسي اوف ميديكال كنابس على عيانين اللي عندهم فايبروميالجا، وكان الكونكلوجن بتاعها ان الميديكال كنابس از ان افكتيف اند سيف اوبشن فور تريتمنت اوف فايبروميالجا بيشنت سيمتوم، سيجنيفيكانت امبروفمنت ان بين انتنسيتي اند بيشنت اوفر اول كواليتي اوف لايف اند فايبروميالجا ريليتد سيمتوم افتر 6 مانث اوف يوزينج كنابس. Medical cannabis could be a promising therapeutic option for those who failed on standard pharmacological therapy.
الفايبروميالجيا كوموربيديتيز، احنا عندنا ممكن نقول الكوموربيديتيز بتاعت فايبروميالجيا، اما اسوشيتد كوموربيديتيز للفايبروميالجيا، ودي احنا قلناها وهوريها لكم في السلايد الجايه نراجعها تاني، وفي الفايبروميالجيا انفلونس اون ذا ديزيز. من الاسوشيتد كوموربيديتيز بتاعت الفايبروميالجيا زي الميجرين، اريتابل باول سيندروم، ديبريشن، بانيك ديس اوردر، سليب ديس اوردر، نيرفس سيستم ديس اوردر، تشست pain, heart palpitation, irritable bladder, and menstrual problem. من الـ influence on the disease، جيل بيبر جي كانت اتنشرت في الـ EULAR 2022 السنة دي، وكانت عن الـ influence of the comorbid fibromyalgia on disease activity measures and response to tumor necrosis factor inhibitors in عيانين اللي عندهم axial SPA. وكانت الـ conclusion بتاعتها إن الـ fulfillment criteria of fibromyalgia has a modest impact on the assessment of axial SPA disease activity and the quality of life and does not significantly influence response to biological therapy. ولكن العيانين اللي لقوا عندهم high symptom severity scale في الفايبروميالجيا assessment may benefit from additional specific management for fibromyalgia. يعني العيانين دول لقوا لما بيدوهم GNF ألفا علشان يعالج الاسبا بتاعتهم وهم عندهم high symptom severity scale للفايبروميالجيا ما بيتحسنوش، وتشين اف ما بيأثرش فيهم، لكن لما يبتدوا يعالجوا الفايبروميالجيا ده هيدينا additional specific improvement. طيب هل الاكسرسايز العيانة تيجي تقول هل لو انا عملت التمارين will make my fibromyalgia worse؟ بالعكس تماما، كل انواع التمارين اللي مكتوبه دي بتحسن لنا البين والفاتيج والسليب والديبريشن، بتحسن لنا كل اغلب اعراض الفايبروميالجيا. طيب هل كل بروتوكولات الفيزيكال اكسرسايز ولا في حاجه معينه؟ دي برضو البيبر دي اتنشرت في الايولار السنه دي، قالوا اول بروتوكول وير بينيفيشال ويز ذا جريتست بينيفيت ديمونستريتد للبروجرام لو لاستنج من 13 ل 24 اسبوع، السيشن بتوين 30 ل 60 مينت، ميكسد انواع الاكسرسايز اللي لقوها مفيده جدا الاسترينثينج اكسرسايز والايروبيك تريننج اكسرسايز، والتمارين دي لازم تبقى جرادوال اند بروجريسيف. طيب نسال سؤال كمان، هل كل الـ FGA approved medication improve symptom of fibromyalgia؟ احنا ما عندناش غير 3 FGA approved medication لعلاج الفايبروميالجيا up till now، هم البريجابالين اللي هي الليريكا، والديولوكسيتين زي السيمبالتا دي امثله بس، والميلنا سيبران زي المايودونيا. فهل الثلاثه الابروفد دول بس بيحسنوا، دول بس اللي نكتبهم لعيان فايبرمايلجا وبس هم دول اللي تحسنوا؟ يعني هل قول اف جي اي ابروفد ميديكيشن امبروف سيمبتوم اوف فايبرمايلجا؟ ما نقدرش نقول كده برضو، لان وان سايز دازنت فيت اول، ما ينفعش ندي كل الحاجات الابروفد دي لعيان الفايبرومايالجا ونقول له خلاص انت كده هتخف، ما نقدرش. احنا لازم نفصل العلاج لكل مريض على حدة، على حسب هو بيشتكي من ايه اكتر، او ايه هو اللي جايبه العيادة وبيشتكي بيه اكتر حاجة. هل هو البين مخليه disturb his life ومش عارف ينام، مش عارف يعمل حياته بسهولة، ولا عنده depression جامد قوي، ولا ما بينامش كويس وحتى لو نام بيصحى تعبان، ولا عنده فتيج على طول، ولا الكواليتي اوف لايف بتاعته اتأثرت وحياته كلها اتأثرت. فإحنا بنشوف ايه اكتر حاجة مضايقة العيان وبنختار له الدواء اللي هيساعده. جي الفايبروميالجا في الإيرار ريكومنديشن 2017 لعلاج الفايبروميالجا، وجايبين فيها يعني هنقولها كده سريع باختصار. الأول عملنا خلاص دياجنوزس للفايبروميالجا وعملنا انجيجمنت لتريتمنت معين. if insufficient effect هنبتدي ندي physical measures and individual graded aerobic strengthening exercise زي ما قلنا. if insufficient effect reassess to tailor physical measure and add meditation, movement or other physical measures. من ضمن الحاجات اللي بتعالج قوي مش بس التمارين، المديتيشن زي اليوجا وجلسات المديتيشن والحاجات دي بتبقى مفيدة جدا جدا، وفي حاجات تانية جديدة كتير قوي قوي حتى اتقالت السنة دي بس ما تزودتش للريكومنديشن، زي بيستخدموا الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي بيحسن جدا حالات الفايبروميالجا، الفيرتشوال رياليتي، الليزر فوتو بايوموديوليشن ثيرابي، البليتليت ريتش بلازما، الكايروبراكتيك، الاوكسيبيتال نيرف بلوك. يعني في
تريتمنت كثيره قوي قوي دخلوها لعلاج الفايبروميالجيا، كل دول بيندرجوا تحت النون فارماكولوجيك تريتمنت. لو if insufficient effect بعد ما عملنا كل الموداليتيز دي وكان عندنا pain related depression وanxiety وكاتاستروفينج وبنبتدي نستخدم psychological therapy وندخل cognitive behavior therapy والسايكو فارماكولوجيك تريتمنت. لو كان عندنا severe pain with sleep disturbance بنديله ديلوكسيتين وبريجابالين وترامادول، ولو كان في severe sleep problem بنديله low dose amitriptyline tricyclic antidepressant او cyclobenzapine او pregabalin at night. ولو كان عندنا severe disability وبياخد ابتدى بقى ياخد سيكليف كتير قوي قوي بندي multi modal rehabilitation program، مش بس بنعتمد على الفارماكولوجيكال دراج ولازم to add to it a non pharmacological drug. دي بقى recommendation criteria والoverarching principle بتاعت الـ EULAR recommendation كلها بتقول نفس اللي أنا قلته، مش هنقرأ الoverarching principle لكن دي الـ specific recommendation زي الـ aerobic strengthening exercise اللي قلناها، cognitive therapy، multi-component therapy، physical therapy زي أو acupuncture أو hydrotherapy، meditation movement زي اليوغا والتاي شاي ودي الفارماكولوجيكال management اللي ممكن نستخدمها، أميتريبتالين أتلودوز، ديولوكسيتين أو ميلنا سبران، ترامادول، بريجابالين، and سايكلوبينزابرين. طيب برضو البيبر دي اتنشرت السنة دي برضو في الإيولار علشان يشوفوا الإفكت بتاع المالتي كومبوننت تريتمنت إن بيشنت ويز فايبروميالجيا، اتعمل عليها بروتوكول فور سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، لقوا ان 50% من العيانين اللي عندهم فايبروميالجيا دو نوت امبروف سيجنيفيكانتلي ويز فارماكولوجيكال تريتمنت اونلي، يعني ما لو اديناهم فارماكولوجيكال تريتمنت بس ما بيتحسنوش، لكن لقوا ان المالتي كومبوننت تريتمنت ان بيشنت ويز فايبروميالجيا امبروف كل الكلينيكال براكتس اند ديسيجن ميكينج اكشن، بيحسن لنا جدا جدا الفايبروميالجيا لو عملنا مالتي كومبوننت تريتمنت. ودلوقتي وصلنا للconclusion بتاع محاضرتنا بشوية challenges in fibromyalgia. While understanding of chronic white pain and fibromyalgia continue to improve, the precise etiopathogenesis remain unclear and continue to evolve. Balancing the need to avoid over-investigation and over-medication against missing other diagnoses or under-treatment, زي ما قلنا. Recognizing the significant role of concurrent psychological diagnosis when present and confronting the associated stigmatization. Fibromyalgia in the presence of coexisting disease, يعني ناخد بالنا زي مثلا rheumatoid arthritis. Managing patient expectation and recognizing the limitations of the pharmacological treatment, particularly high strength opioid, which should be avoided, لأن زي ما قلت لكم الأوبيويد صحيح بيبقى كتير لكن الريسبتور بتاعته بتبقى قليلة اللي بيدينا altered endogenous opioid activity. Development of service able to provide an individualized approach to fibromyalgia or chronic widespread pain rooted in a biopsychological model. وفي النهاية we should be patient with our patient because our patients is the first step for managing our treatment strategy. الوهم نص الداء والإطمئنان نص الدواء والصبر أو أول خطوات الشفاء. And thank you. شكرا دكتورة منى، يعني بجد محاضرة يعني أكثر من رائعة بجد، يعني شكرا لحضرتك. ربنا يخليك يا دكتورة. الله يخليك دكتورة منى، بجد يعني محاضرة جميلة جدا جدا جدا. فايبرالجيا بصراحة من المواضيع المهمة جدا، وبريفرنس بتاعها زاد وميز ديجنوز الناس كتير جدا. فعلا حضرتك عندك حق، وعلشان كده فعلا يعني محتاجة يعني ناخد بالنا منها اكتر لانها زادت قوي قوي بعد الكوفيد وحتى بعد الفاكسينيشن بتاع الكوفيد كمان. ففعلا يعني انا حاولت اجمع اهم النقاط بطريقة مسلية وظريفة عشان بس ما حدش يحس ببورينج ساعة المحاضرة. لا بالعكس، المحاضرة كانت جميلة جدا وكانت ظريفة جدا وكانت انتريستنج جدا بصراحة، يعني كعادة المحاضرة بتاعت حضرتك الواحد فعلا ما حسش بالوقت. بجد شكرا لحضرتك، للموضوع ده انتريستنج جدا وناس كتير عايزة تعرفه ازاي يبقى في ديبريشن دياجنوزز وازاي تدياجنوز وعشان ما يحصلش ميز دياجنوزز، لان في ناس كتير اعرفهم شخصيا اتشخصوا فايبرومايالجيا بعد فتره طويله جدا من الانفستيجيشن. شكرا لحضرتك.
وشكرا لوقت حضرتك. انا دلوقتي يا جماعه اي حد دلوقتي عنده يا اي جماعه هفتح اسئله الشات، هفتح الشات، اللي عنده سؤال يما يكتب في الشات او يرفع ايده وانا هعمل له ان ميوت نتواصل مع الدكتوره منى دايركت. اللي عايز اي حاجه يا جماعه يما يكتب على الشات او يرفع ايده هخليه يتواصل دايركت مع الدكتوره منى. حد عايز يسأل أسئلة؟ أسأل أنا؟ لا بصراحة صعب حد يسأل بعد حضرتك بصراحة دكتورة منى بصراحة. ربنا يخليك يا رب، الله يخليك. في أي سؤال يا جماعة؟ أه دكتورة أمينة، طيب حضرتك هتكتبي ولا ترفع إيدك؟ شكرا شكرا ليك وشكرا شكرا دكتورة دكتورة بدوس. أمينة، ألف شكر. دكتورة طيب أنت عندك فايبرومايالجي، طيب حضرتك عايزة تسألي بنفسك ولا تكتبي؟ تسأل هي في حد بيسأل هي متسجلة؟ ألف شكر. اه ان شاء الله ان شاء الله مسجل. اه طيب طيب خلاص اوكي دي. طب حضرتك ارفعي ايدك بس وانا اعمل لك ان ميوت. طيب دكتور امينه انا هعمل لك ان ميوت حضرتك بس. انا هعمل لك ان ميوت دلوقتي. حضرتك بس عنفيلة بنفسك وجهة العمل والدولة اللي حضرتك منها. اتفضلي دكتورة أمينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله. وبركاته دكتورة أمين، أهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ بجد ربنا يبارك في حضرتك، يا رب محاضرة رائعة جدا، ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيكي يا الله رب. يخليك، الله يخليك يا دكتورة أمينة، تحت أمرك، الله يخليك. هو أنا فيزيو ثيرابيست، تمام، من أيوة كفر أيوة الشيخ يعني. أهلا. انا شخصت، اهلا بحضرتك، شخصت فايبروميالجيا من تقريبا سنة 2015 كده، بعد لفة طويلة جدا من عملت كل الانفستيجيشن يعني. وبعدين كنت وقتها يعني باخد ادويه برضو اللي هي اللاريكا والحاجات دي، بعدين انا سبت كل ده دلوقتي. بس انا بقى حضرتك مثلا بتقولي مثلا ما بنتوجه للعيادات بنحدد بالظبط ايه مشكلتنا يعني. انا تقريبا لازم عندي مشاكل في كل ده، عندي بين مش مشكلة حاسه ما احنا ما بالستي هو وكل الكلام ده. ما مش مهم، ممكن يجي عيان الفايبرومايالجيا فعلا عنده كل السيمتوم بتاعت الفايبرومايالجيا، بنديله دواء لكل حاجة. والكلام الجديد دلوقتي ان ممكن نعمل كومباينيشن لاكتر من فارماكولوجيكال ميديسن مش واحد بس، ولازم يتاخدوا فترة طويلة جدا جدا لغاية ما كل السيمتوم دي تروح، ما فيهاش اي مشكلة ابدا. يعني هي ممكن تروح يعني؟ انا حاسه الموضوع طبعا نفسي احس ان انا طبعا مرتاحه كده، ما عنديش يعني طبعا نفسي ما بجد ما اعيش بلا الم. طيب هقول لك حاجه، لازم تعملي كومباينيشن مع الفارماكولوجيكال تريتمنت، لازم تعملي رياضه، لازم ده اجباري، يعني نص العلاج رياضه ونص العلاج فارماكولوجي. لازم نصه رياضه، مديتيشن، يوجا، ستريتشنج كلاس، حاجات في جروب، هيدروثيرابي، تعومي، يعني لازم يكون في رياضه مع الفارماكولوجي. الفارماكولوجيكال تريتمنت. اه لازم. طب هو انا يعني مش صح ان انا وقفت كل الادويه، صح؟ يعني انا باخد بس عشان لا الالم غلط بس. غلط غلط. اولا احنا لما بنيجي نوقف الادويه كمان بنوقفها بالتدريج جدا جدا، لان بيحصل على طول ريلابس للناس اللي بيوقفوها مره واحده فجائي، وبييجوا بحاله اوحش من الحاله الاولانيه. هو غالبا ده اللي انا وصلت له يعني. لا نرجع بقى الادويه تاني، وبعدين لما نيجي بنرجعها برضو بنرجعها بالتدريج، ما بنبتديش الجرعات مره واحده فول دوز، بنرجعها بالتدريج لغايه ما نوصل للحاجه اللي احنا مطمن لها، ونبتدي نزود معاها الفيزيكال اكتيفيتي، وان شاء الله كل ده يتحسن باذن الله. بس اوعي توقفي الحاجات تاني مره واحده، غلط غلط غلط. تمام، شكرا جدا لحضرتك. اهلا دكتوره امينه، اهلا بيك، شكرا شكرا. اهلا بيك، الله يخليك. شكرا دكتوره امينه، شكرا دكتوره منى. هل في حد عنده اي سؤال تاني؟ في علامه تحت اللي عايز يرفع ايده بتبقى موجوده، او اللي مش عارف يوصل لها يكتب لي بس على الشات يقول لي انا عايز اسال وانا هعرف اجيب اسمه من الاتنديز. كلهم شكرا بيسألوا دكتور. المحاضرة مسجلة ولا لا؟ اه ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا دكتوره رنا من العراق، شكرا أهلا لحضرتك. دكتورة رانا، أهلا بيك. اهلا وسهلا بك دكتوره رنا. طيب الحمد هل لله. في اي سؤال تاني؟ اه دكتوره علياء، طيب قولي مريضة حضرتك عايزه فايبروميالجيا. تسالي، حضرتك عايزه تسالي
لو حضرتك عايز تسألي طيب ماشي، مفيش أي مشكلة. طيب لو في أي حاجة يا جماعة، يا إما تكتب على الشات وترفع إيدك. شكرا دكتورة منى. في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال؟ انا تحت امركم في اي حاجه تانية او اي ديزيز انتوا عايزينه، يعني انا بحب اشرح. لا ربنا يخليك يا دكتورة منى. الله يخلي حضرتك. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب طيب ممكن سؤال تاني؟ معلش. اه طبعا. اتفضلي. معلش لحضرتك، هو انا اصلا برضو دايابيتك، وكان حصل لي من، يعني انا امينه اللي كنت بكلم حضرتك، حصل لي برضو من فتره جالي 6 نيرف بولسي، وفي حد قال لي اشوف فحوصات تانية ممكن اروح في اتجاه تاني غير فايبرو وغير الكلام ده كله، فمش عارفه هل ده كان ريليتد بس عشان السكر مثلا، ولا فعلا المفروض اعمل فحوصات تانية يعني ما عشان هو اكسكلود السكر اي ممكن مشكله يعمل تانية؟ نيرف بولسي، يعني ممكن يكون من السكر وممكن يكون من حاجة تانية، يعني سواء كده او كده. مش هو اتحسن خلاص ولا لسه؟ لا الحمد لله، هو قعد 3 شهور واتحسنت، بس يعني بقيت خايفة يحصل كده تاني، يعني مش عارفة. انت عملتي ام ار اي برين وعملتي كل الفحوصات وعملتي تحاليل، انت بتقولي كل حاجة طالعة قبل نورمال. كده، قبل كده زمان، يعني من اول التشخيص كل حاجة طلعت نورمال، ما عدا بس يعني فيتامين دي كان حتى 28، مش واعي قوي برضو. هو وال لو اخدتيه بيحسن السيمتوم شوية، لكن مش هو اللي عامل السيمتوم مش يعني. هو اللي عامل ده. مش هو اللي عامل الفايبرومايالجيا. بس انا ما شفتش الفيتامينز، يعني ما عملتش برضو الفيتامينز، لا مغنيسيوم ما عملتش فيتامينز خالص تحاليل، يعني ما جربتش اعمل عشان اشوف فيها نقص برضو ولا لا. كلي وجبة غذائية متكاملة، والعبي رياضة، وخذي الأدوية بتاعت الفايبرومايالجيا، وهتبقي كويسة جدا جدا إن شاء الله. يا رب. شكرا شكرا إن شاء الله. أهلا. شكرا دكتورة أمينة، شكرا دكتورة منى. هل في أي حد عنده سؤال تاني؟ تمام. طيب شكرا دكتورة منى على ألف المحاضرة، شكر يعني لحضرتك. الله يخليك. بالعكس، المحاضرة في منتهى الجمال. هو موضوع مهم جدا جدا، وفي ناس كتير حتى فيزيشنز عندهم فايبروميالجيا، وبقى زي الدكتورة أمينة ما قالت دياجنوز بعد انفستيجيشن طويلة جدا. فشكرا وده اللي لحضرتك انا حقيقي. قلتها في الريكومنديشن في الاخر، قلت ما ندخلش العيان في انفستيجيشن كتير 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 قوي من غير اي داعي، ونديله ادويه كتير قوي قوي من غير اي داعي، وفي الاخر هو بيطلع عنده تشخيص تاني، لان هو ممكن ميس دايجنوزد ويز اذر ديزيز يعني. تمام، شكرا لحضرتك، شكرا وشكرا يا لوقت دكتور عمر. حضرتك، وطبعا شكرا منتظرين شكرا، حضرتك في محاضرات تانية طبعا، أكيد ان شاء يعني. الله تحت امركم بعد في اي إذنك طبعا. حاجه عايزين. لا طبعا، اهلا بيكم، اهلا اهلا الله بيكم يخليك. كلكم، الف شكر للجميع. شكرا يا دكتور شكرا رام. شكرا دكتورة شكرا. منى، وشكرا للحضور. وكل سنة وحضراتكم طيبين، سنة جديدة على الأبواب، وإن شاء الله تبقى سنة جميلة علينا كلنا. امين يا رب العالمين. شكرا يا دكتور رام. شكرا دكتورة منى. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامة. مع السلامه.